طبعا اول حاجه لازم نبتدي بيها حلقتنا النهارده هي طبعا ان احنا نبارك للنادي الاهلي اللي قدر يحقق بطوله افريقيا بعد تعادله مع الوداد امبارح في المغرب. الاهلي الحقيقي مثال كبير وعظيم على جمال كره القدم. الفريق اللي مهما كانت الظروف صعبه هو حاضر وبقوه وقادر على الفوز باي بطوله مهما كانت. الاهلي هيفضل صوته دايما عالي بالنصر.